مشكلة خويا ديالي دابا مول الدار جر عليا من الدار، ما عندي باش نخلصهم، ما بغاش يصبر عليا. مشيت حدا الولايه قالوا لي سيره دوينه مع المقاطعه باش يرجعوك للكرا اللي كنتي ساكنه فيه. مني جيت لعند المقاطعه قالوا لي سيره ما كاين حتى واحد. جيت لهنا قالوا لي سيري ديري شكايه. حطيت حوايجي هنايا، دابا ما عندي حتى واحد، ما عندي فين نمشي. دابا غنبقى في الزنقه، عندي جوج وليدات، دابا غنبقى انا وياهم في الشارع، ما عندي حتى واحد هنايا، ما عندي فين غنمشي. غنبقى في الزنقه، كنطلب الناس يعاونوني حيد من الزنقه انا وولادي، ما عندي حتى واحد، ما عندي فين نمشي. الراجل ما كاتبش عليا وما اعترفش بيهم. ام عازبه انا سيمانه هذه فوق الشهر ما بغاش يصبر عليا. ما بغاش يصبر عليا. فلاح لي حوايجي في الزنقه، انت كتشوف ما عندي دابا فين غنمشي. مره كنخدم مره قال صافي في لوزينات بحال هكا مربيه ثاني كنخلص هاد الدراري، ما لقيت دابا كندير، ما جمعتش لي 15000 ديال وخرجني. دابا نبقى في الزنقه ما عندي فين نمشي.